تنجم تأثر أنت من الموقع متاعك وتنك متداخل في التلفزة لأنه تنجم تعبر على رأيك وتنجم توصل فكرة من خلال العمل سواء الشغل اللي تشتغل فيه ولا من خلال عمل فني لكن أنت هنا تقصد على التعبير من خلال الكلام وقفيت مناظرة مش كان على التلفزة زيادة عنا برنامج مثال برنامج صحافة الشأن العام هذا برنامج يعطي للشباب الفرصة أنهم في دي راديو معينين يتدخلوا ويتناقشوا في مواضيع اللي تهم الريجيون هذيك اللي هما يسكنوا فيها وتهم المواطنين بصفة عامة معناتها تدخل في اليومي متاع المواطنين زاد عنا بودكاست اللي هو برنامج في السوشيال ميديا بالذات ما نتعداوش لا على التلفزة لا على الراديو ننشروا فيه رأينا ونحكيه على مواضيع اللي هي تهم شأن العام وقتها في الوقت هذا كامل شنو المواضيع اللي كان عندك الشانس والحظ كونك تعبر فيهم على رأيك وتتكلم وتوصل صوتك اني دخلت معناتها بدايتي مع مناظره كانت العام هذايا في البرنامج الجديد نتاعهم صنيع الراي اللي هو برنامج انطلق في تونس وزاد توا باش يبدا في لبنان وباش ينتشر الى عدد الدول العربيه الاخرى البرنامج هذايا عملوا لنا تدريبات نتاع 10 ايام بعد بيريود نتاع بري سيليكسيون بعد التدريبات هذيك تعلمنا برشا حاجات في الفيك نيوز الصحافه كيفاش شنو هي الديمقراطيه والحوكمه الرشيده وكل تعلمنا برشا حاجات ومن بعد كانت البرنامج يتمثل على 6 حلقات توا كل جمعه فما حلقه نهار الاربعاء مع 9 نتاع العشيه وقبل كل حلقه فما فتره اختيار شكون هما المتدربين اللي باش يشاركوا في الحلقه هذيك مثال نحن المجموعه اللي تم تدريبها هي مجموعه متكونه من 31 صانع راي ولا متناظر كل جمعه في وسط الجمعه اللي قبل يهبط موضوع معين واحنا كمتناظرين كصناع راي عندنا الحق ان عندنا الفرصه معناتها ان نقدموا موضوع معين ولا نقترحوا مواضيع ونعطيوا رأينا في المواضيع اللي تم اقتراحها بعد يتم اختيار موضوع وكل واحد فينا يعطي هو معاه وإلا ضد أني موضوع اللي شاركت فيه موضوع الحلقة اللي فاتت هو موضوع الهجرة زعم الهجرة هي حل لمستقبل أفضل وإلا لا واضح كيفاش تقيم التجربة بتاعك؟ كانت تجربة جديدة ونافعة على الاخر مش تعاوني على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني كان فيها شوية ستريس بحكم اول مرة ظهور في التلفزة بحكم اول مرة اضواء مسلطة عليك من هكا وكان اون ديريكت مش حاجة مسجلة تحس معناتها فما حاجات اللي تنجم كي تعاود تتفرج في روحك فما حاجات اللي تنجم تحسن فيهم اكثر وكانت فرصة ثمينة على الاخر يعطيك الصحة أريش شكرا لحضورك معنا ونتمنوا لك النجاح في القراية بتاعك 3 سنين باش تعدي الأولانيين في 6 شهور الأولانيين في مستير في مهدية مهدية ومن بعد تنشوفوا إن شاء الله يوصلك السكور بتاعك شكرا لك على الحضور ونتمنوا لك كل التوفيق وإن شاء الله تعيش تجارب جميلة أخرى اللي تمنيت باش تعيشها وإلا تحلم باش تكون موجودة فيها شكرا يعيشك أريش